مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا سكرين شوت. قبل ما ابدا الحلقه النهارده احب اقول لاخواتنا الاقباط كل سنه وهم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد عليهم وعلينا جميعا باذن الله. النهارده طبعا انا مش عايزه اخوض في المقدمه كتير، لكن احب اقول ان الحلقه النهارده حلقه مميزه، معانا شخصيتين مهمين جدا، والنهارده هنتعامل معاهم بصفه مختلفه تماما عن كيانهم الاجتماعي. بمعنى يعني معانا سياده المستشار ايمن محفوظ والدكتور ابراهيم طنطاوي، طبعا دول غنيين عن التعريف. فبالنسبه لسياده المستشار هنتكلم معاه بصفه الاب، وبالنسبة للدكتور إبراهيم هنتكلم معاه بعيد خالص عن دوره كإعلامي، لأنه طبعا حضراتكم عارفين أنه هو إعلامي كبير ومعروف جدا في برنامجه، لكن النهاردة هنستضيفه ضيف وهنسأل أسئلة عديدة. أحب أرحب بقى بضيوفي. ازيك يا استاذ المستشار؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور ابراهيم اهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا بيكم، نورتونا النهارده وسعداء جدا بوجودكم معانا. نتمنى بقى ان الحلقه النهارده تكون ضرب نار زي ما بيقولوا. اولا النهارده محور الحلقه هيبقى مختص بموضوعين، موضوع مهم جدا في حياتنا وهو الخيانه. طبعا ده منتشر في المجتمع ككل بصفة عامة، بس أنا عايزة أسأل سؤال أطرحه لحضراتكم كده، يعني إيه مفهوم الخيانة من وجهة نظركم؟ يعني إذا وجد الماء بطل التيمم، فابدأي بسيادة المستشار. سيادة المستشار، يعني أدبا واحتراما وتبجيلا له. يعني من وجهة نظر حضرتك؟ أنا بشكرك جدا، يعني أنا كنت منا أن أنت تبدأ الكلام، لكن كتر ألف خيرك انك سمحت لي ان ابدا الكلام. الخيانه هي عكس الامانه، ان يكون في حد مؤتمن على شيء ويخون هذه الامانه، هي دي الخيانه. الخيانه دي من احط الصفات اللي ممكن تنال من اي انسان. الخيانه شيء بيهدم الشخص المطعون او الشخص اللي اتخان نفسيا وعصبيا اكتر من الاحساس بالالم المادي اللي هو فيه. الخيانه شيء وحش جدا، الخيانه دايما بتكون من الطرف القريب، والخيانه بتكون طعنه من اقرب الناس اليك اللي انت بتحبه، لان لو كان الخيانه من العدو او الشخص الغريب انت مش هتاثر فيك، لكن الخيانه غالبا بنتكلم عن مفهومها من يكون من اقرب الاقرب، اقرب الناس او احب الناس الى قلبك. ده صحيح. والخنجر القريب بيكون طعنته اشد واكثر الاما. الخيانه طبعا صعبه جدا. مفهوم الخيانه مفهوم كبير، في خيانه الوطن، في خيانه الحبيبه، في خيانه الواجب الاجتماعي، في خيانه المهنه. الخيانات انواع، وما اعتقدش ان الخيانه ليها تبرير. من وجهه نظر حضرتك يا دكتور. أنا عفوا الكحة. أنا قبل موضوع الخيانة عايز أقول إن الأزمة اللي إحنا بنشوفها هي أزمة أخلاق. وقلت عبارتين يعني بما يقتصر الموضوع، قلت الأزمة أزمة أخلاق، فإن صلحت الأخلاق صلحت الأمم ونهضت إلى أعلى، وإن فسدت الأخلاق فسدت الأمم وهبطت إلى أسفل وغرقت، وحينها لم تجد من ينقذها. فالخيانة أنواع، يعني سيادة المستشار اتكلم على المجمل العام والمعنى العام للخيانة، ولكن لما نيجي نتكلم على الخيانة أنواع، في أخ بيخون أخوه، في صاحب بيخون صاحبه، وفي صديق بيخون صديقه. وطبعا السادة المشاهدين ممكن حد يقول ايه الفرق بين الصاحب والصديق؟ لا، في فرق شاسع، في فرق شاسع. الصديق، كلمة الصديق مشتقة من الصدق، من الأمان، من القربة. الصاحب أي الصاحب العابر المعرفة،
تمام. فاحنا نفرق بين الصديق وخيانة الصديق لصديقه، تمام، ودي يعني بتبقى نوادر، ولكن المشاع خيانة الصاحب لصاحبه. في نوع آخر من الخيانة، وهي أو وهو الخيانة الزوجية. وهو ده مضمون السؤال اللي أنا عايز أسأله. الخيانة الزوجية، سواء كان الرجل بيخون زوجته وسواء كان الزوجة بتخون زوجها، وده في كلام كتير لا يكفي حلقة بل حلقات. تمام، خلاص. طيب، عشان موضوع الحلقة النهاردة مقتصر على باب الخيانة الزوجية، صح كده؟ تمام. طيب دلوقتي احنا هنتكلم على شقين، الخيانة الزوجية من ناحية الزوجة، والشق الثاني الخيانة الزوجية من ناحية الزوج الرجل. الرجل بطبيعته، معلش كده في يعني باللفظ، خلينا نتكلم بكل موضوعية، بصباص. توافقني الرأي؟ ها؟ اوعى تكون الحكومة بتتفرج عليك. الراجل بصباص، خلاص؟ الراجل دائما يعني بيلفت نظره المرأة الكويسة، الشكل، يعني بيبقى غريزة الشهوة كرجل عنده طبيعة. ولكن هناك فرق بين الراجل الحافظ لدينه واللي عنده أمانة واللي يعني مقرر، أصل موضوع الخيانة ده قرار كمان وأمانة بالمناسبة، تمام؟ وفي الراجل اللي هو ما عندوش ضوابط ولا يعرف دين ولا ضمير ولا الكلام ده، وبالتالي بيخون زوجته عادي وبيبص لدي يعني هو بيبقى أساس الدين والتربية بس. طب الدافع من وجهة نظرك يعني. الخيانة الزوجية لو نتكلم عليها تحديدا، السيدات بتقول ان اي نظرة، يعني الست بتعتقد ان ممكن زوجها يشوف يبص على واحدة او يكلم واحدة بيتعتبر ده خيانة. وانا بقول ان عايزين يعني نضيق مفهوم الخيانة شوية، مش كل كلمة ولا كل نظرة تعتبرها الزوجة خيانة، لان لو اعتبرنا ان كل تصرف من الراجل حتى لو ما كانش تصرف مفهوم او تصرف غامض الزوجة بتغير على جوزها فتفسره ده بدافع الخيانة، عايزين نضيق اول مفهوم الخيانة الزوجية اللي يكون بدليل ودليل يقيني، وتكون متأكدة الزوجة ان زوجها فعلا بيخونها، على اني انا شايف ان في بيوت كتيرة بتتخرب لأبسط الاسباب. كلمت فلانة، مصيت لفلانة، وممكن يكون الراجل مش في باله خالص، لكن الزوجة بتغير على جوزها وبتتوسع في فكرة الخيانة. فاحنا عايزين نضيق فكرة الخيانة ديت الى اقل درجة ممكنة. الرجل زي ما قالت سيادة الدكتور ابراهيم بيطنطاوي، الراجل بيميل للتعدد، دي طبيعة بشرية في الرجل، والمرأة بتحب راجل واحد في اللحظة الواحدة، ودي الطبيعة الإنسانية لكل الذكر والأنثى. الرجل بيميل طبيعته ملول بطبعه وبيحب التعدد. المرأة طبيعتها بتحب رجل واحد في اللحظة الواحدة. أيوه. يعني ممكن تكون بتحب واحد فما تقدرش إن هي في تحب عليه واحد تاني وتخونه عادي. ما انا هقول لسعادتك. ايوه. بتحب واحد النهارده ممكن تكرهه بكره، وتحب واحد تاني بعد بكره، متقلبه يعني. بس مش في نفس اللحظه الست تحب راجلين. انما الراجل ممكن يحب ستات الارض كلهم في نفس اللحظه. طب عادي. طب ودي نظريه صحيحه يعني؟ لا، ده هو طبيعته البشريه كده. بدليل ان في تعدد بس احيانا. انا مختلف مع سياده المستشار في شيء، هو طبيعته البشريه كده، ولكن في حاجة اسمها دين، وفي حاجة اسمها أمانة، وفي حاجة اسمها عهد وميثاق غليظ بينه وبين زوجته. تمام. هو لو حافظ نفسه زوجته هتحفظه. تمام. لو حافظ نفسه زوجته هتحفظه، لو مش حافظ نفسه زوجته مش هتحفظه. في بعض الأمور الشرعية الحلال بتعتبرها الزوجة خيانة، زي مثلا راجل يتجوز عليها، فالزوجة بتعتبر هذه الخطوة الحلال شرعا هي خيانة. لو زواج والتعدد معاه. طب يعني أنا عايز أسأل سؤال. في ست بتعتبر يعني الزواج خيانة. التعدد يعني هو ممكن تكون يتجوز واحدة واثنين وثلاثة. طب بيقول أحيانا أنا بحب فيها، يعني بحب دي
وبرتاح لي دي ودي ليها وضع تاني. طب هو بيقول بيحب مختلف، طب هو اتجوز الثلاثه ولا اربعه ازاي؟ وهنا بيحبها وهنا مش بيحبها، وهنا دي طيبه وهنا يعني. في رجاله بالفعل عندهم الحته دي، واحده واثنين وثلاثه، بس كل واحده ليها ميزه. لكن في واحده مستقله بتبقى هي جوه قلبه. افهم بقى من كده طبيعه الراجل هو ازاي. هو ده شيء طبيعي جدا. يعني عايز تحليل للموضوع ده. بصي، هو الموضوع اشبه ما يكون بالاب. تمام، خلاص. الاب مثلا عنده اربع ابناء، البكر عنده بيبقى يميل الى قلب الاب اكتر. ده مش معنى كده اللي هو بيكره بقيه ابنائه، يعني بيحبهم بس بدرجات متفاوته. بدرجات متفاوته، ولكن ما يحب يعني الحب الزياده. او يعني مثلا انا هقول لك على حاجه. انا دلوقتي مثلا يعني انا عندي اربع ابناء. تمام. اول فرحتي بتبقى في الابن الاول، فبيلمس في قلبي لمسه معينه غير الابن الثاني، غير الابن ممكن اميل اكتر لاخر العنقود كما يقال. تمام. ولكن ما سمي القلب الا لتقلبه، ما هوش ثابت على شيء معين، وما هوش ثابت على منهج معين. سواء كان في المحبه يبقى المحبه متفاوته. تمام. انا مثلا عندي اربع اصحاب، انا بميل للصاحب ده اكتر، اللي انا بتكلم معاه ممكن اقول له سر من اسراري، لا بحذر من الصاحب ده ولكن اقعد معاه يربطني بيه علاقه شغل ايا كان ايه، لا الصاحب في علاقه معينه سطحيه. مش كل البشر عند البني ادمين حتى في 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 ابسط الامور العامه واحد. طيب، يعني في حته عايزه اسال فيها بالنسبه لمجال الخيانه. هنقول مثلا ان هو بنسمح للراجل ان هو يخون. لا، من قال يسمح يعني ازاي؟ من قال؟ هقول لحضرتك حاجه. احيانا في بعض التصريحات اللي جبت حضرتك عليها قلت ان ممكن تعاقب الست ولكن لا يعاقب الرجل. ده القانون. ده القانون. تمام. احنا بالصفه العامه لما بيجي راجل بيعمل حاجه زي كده، بتيجي العيله بتقول لك لا والله معلش غلطه ومش هتكرر والكلام المعتاد اللي احنا وبتحاول الست انها تغفل بقدر المستطاع. طبعا الراجل عمره ما يقدر يغفل للست. ده بقى نعتبره ايه؟ بصي، خلينا نكون متفقين، ومش عارف سيادة المستشار متفق معايا في هذا الأمر اللي هطرحه دلوقتي ولا لا. أيوة. عمر ما الراجل هيخون إلا وإذا المرأة أو الست فتحت باب الخيانة ليه. هكون هي سبب ده بالتأكيد. يعني الدافع الأساسي للراجل، الدافع الأساسي الست. الست أصل ما أنت ما تجيشي يعني تقولي ان الراجل هياخد الخطوة بالخيانة بدون فتح الباب، هو هيخاف. انا معلش، انا هدي مثال. انا كراجل، رجل اعجبت بمرأة مثلا متزوجة. تمام. خلاص، انا بتعرف عليها تعارف عادي، يربطني مثلا بيها شغل، معرفة سطحية، مش عارف ايه الكلام ده. انا خاف اجيبها لها كده الا واذا هي اللي فتحت الباب ومهدت الى يعني ذلك. ايوه، اتاحت الفرصه وفتحتها على البحري. طيب. جرأته على خوض هذه التجربه. يعني. تمام. هكمل على كلام الدكتور واقول ان عايزين نفرق، يعني عشان نبدا الموضوع من الاول. هرد برضه على كلام حضرتك. اتفضل. وبايدك تماما. يعني في فرق ما بين في الرجل اللي بيعدد ليه؟ بيعدد، هو طبيعته ليه طبيعتين. الرجل ليه طبيعتين، الطبيعة الشهوانية والطبيعة الحب والمشاعر وكده. أما السيدة بصفة عامة هي طبيعتها الأساسية حتى في العلاقة الحميمة بتكون أهم حاجة عندها الرومانسية، وأهم حاجة عندها الحب والحنان. الست ليها طبيعة حتى في العلاقة الحميمة طبيعة واحدة. أما الرجل بينقسم قلبه إلى قسمين، طبيعة شهوانية بيحب التعدد بكل صوره بأي شكل يعني من الأشكال، ثم عنده واحدة فيهم بتكون ساكنة جوه قلبه، بتبقى بصمة
جوه قلبه وفي رجاله محترمه بصمة. عندها مبدا معلش احنا بنتكلم بصفه عامه عشان ايه الفكره ما تضيعش يعني احنا بنقول ان الراجل بصفه عامه الزواج وانا بقول ده حتى الزواج بتعتبره الزوجه الزوج المره الثانيه عليها بتعتبره خيانه فالراجل بنشرح بس طبيعه الراجل ايه طبيعه الراجل زي ما قلت ليه شقين الزوجه حتى بقول لحضرتك مشاعرها هي اللي بتقودها وفي فرق ما بين الحب والرضا انا ممكن اتجوز اربع سيدات ممكن احب واحده لكن الرضا هيكون ممكن اكون مش راضي عن الاربعه ممكن اكون راضي عن واحده بس حب الابناء كلنا بنحب اولادنا لكن في ولد انا ببقى راضي عنه او متعاطف عنده يعني عند نقطته ببقى ضعيف معاه سواء كنت متعاطف معاه لضعفه او كنت فرحان بيه لانه مطيع او ممكن بعض الاولاد بيبقوا نصابين بيضحكوا على الابهات ف طب سيد الشخص بحضرتك ليه ما يبقى الشخصيه ما بتثبتش على الانسانه او الزوجه اللي هي مشاعرها بتبقى مع الشخص مع الزوج يعني حضرتك بتقول ممكن يكون في واحده مميزه وفي التانيين عاديين طب صل على كام النور النبي عليه الصلاه والسلام قال فاصفر بذات الدين طربت يداك تمام وخير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك وكذلك للرجل شروط ما احنا في أول كلام أنا قلت الأزمة أزمة أخلاق ما عادش فيه أخلاق إلا من رحم الرحمن الأزمة أزمة مبادئ الأزمة أزمة تربية الأزمة أزمة منهج الأزمة أزمة معلش طريق صحيح والتفريق بين الحق والباطل وبين الحرام وبين الحلال وبين الصح وبين الغلط احنا ماشيين كده في, في 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 أرض الله الواسعة عمالين نلطش وخلاص تمام الأب دلوقتي انا من حيث النشأة من المفترض ان النشأة بتلعب دور أساسي في هذا الأمر قبل اصلا يعني ما يبلغ الزوج والزوجة اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقت هم كانوا ايه في بيتهم تربيتهم كانت عاملة ازاي يعني الراجل يعني اذا خان ده راجع للتربية طب حضرتك لسه بتقول هو راجع للتربية والنشأة بتاعته كويسة جدا مين قال الكلام ده مين بس حضرتك في بداية كلامك بتقول ان ممكن يكون اساس الزوجة هي السبب اللي عرضت الرجل ده هذا العمل ممكن اسمح لي ارد بس اتفضل سؤالها اتفضل انت قلت كلمة حلوة قوي عجبتني قلت ان الست اللي بتفتح الباب الست اللي بتفتح الباب لكل حاجة في الراجل حتى الحب الست هي اللي بتخلي الراجل يتجوزها مفيش راجل بيختار الست ممتاز لكن في راجل انا اتمنى ست لكن الست هي اللي بتفتح لي الباب صح سواء بقى سواء بزواج شرعي او بزواج غير شرعي او بعرفي ايا كان بقى يسمى او بلاوي كل اتكلم كيفما شئت فالسيده عليها كل شيء الست هي اللي بتختار الراجل بلا جدال يعني بالكلام ده منهي خلاص اما ليه الراجل بيخون زي ما قلت برضو مفيش مبررات للخيانة لكن الست برضو عليها عامل رئيسي جدا هي تدفع زوجها للخيانة في مقولة أنا كنت سمعتها لو دخل الوحدة في إزازة مع إبليس يطلع إبليس يستغيث حرفيا لو دخله ما هو لو دخلوا واحدة في إزازة مع إبليس هيطلع إبليس يستغيث إلا من رحم إلا من رحم عشان ما حدش بس ياخد كلامي اللي أنا بعمم أي حضرتك بتعمم يعني لا أنا ما بعممش يعني أنا ما بعممش إحنا بنتكلم دلوقتي على فئة معينة مقتصرة على الخائنين اللي أنا بسميهم ما عندهمش ضمير ولا أمانة ولا الكلام ده خالص تمام خلينا نتكلم بكل موضوعية وكل صراحة بس أقول لحضرتك على حاجة أقول لحضرتك على حاجة سيداتنا بخير والسيدات بخير ومش هتجد واحدة سيدة خلي بالك بالكلام كويس مش هتلاقي واحده سيده خائنه لزوجها الا لما يكون الزوج مشارك بنسبه 90% في خيانه الزوجه دي زوجته مقصر باي شكل مهما كان مبرر التقصير مش مبرر ما هقول لسعادتك ما هو التقصير التقصير مش مبرر ما عوامل ما انا هقول لسعادتك التقصير ايه في راجل بيفتكر ان هو عامل كل اللي عليه لكن هو راجل قصر في حق زوجته
وفي راجل قصر في حق زوجته ان هو ما راقبهاش كويس وان هو ما اختارش الزوجه الصالحه كويسه. يعني هو في شغله ما يعادل 12 ساعه والهانم احنا بنتكلم دلوقتي اسمعني احنا بنتكلم دلوقتي في فئه الخائنين يا استاذ ابراهيم. المراقبه معانا مداخله. اه اتفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه فندم اتفضلي. انا كنت عايزه اسال سؤال. اتفضل. دلوقتي مثلا جوزي ماشي بيكلم في التليفون واحده ماشي، فكل ما اجي اقول له بتكلم مين يقول واحده صاحبتي. اه واحده صاحبته فعطلها الرقم وبتكلمني ماشي، فبتقول لي هو صاحبي وزميلي وانا بحبه. اه يعني قالتها لك كده وش تسميها بجاحه. يعني هي يعني هي اللي قالت لك الكلام ده؟ يعني هي اللي قالت لك الكلام ده؟ هي اللي قالت لك ولا زوج حضرتك اللي اعترف؟ لا هي اللي قالت لي الكلام ده. لا ده دي تاخد بالجزمه. ده مؤاخذه. اه والله تاخد بالجزمه على دماغها على طول. هو بيكلمها واجي اكلمه ويقول لي ده صاحبتي وزميلتي وكده. اه. فبكلمها بالساعات. دي اسمها ايه؟ اعملي زيه ولا اصحاب؟ اعملي زيه. الله. استنى بس استنى انت معايا في معانا على التليفون ولا ايه؟ انا معاك. لا طبعا لا طبعا لا اوعي لا لا اوعي احفظي دينك. استنى بس انت والحافظين لفروجهن. انت بتدوس الكلام ليه؟ انا بقول لك اهو. ازاي تعمل زي كده؟ بصي يا استاذه جوزك مش بس خاين، ده جوزك بجح. أيوة. وكمان الخاينه اللي معاه بجحه فوق التصور. قولي له كده، قولي له زي ما انت بجح كده انا هبقى بجحه معاك. انا بقول لك احفظي دينك طبعا واحفظي اخلاقك واحفظي شرفك لنفسك مش لزوجك. لا انا بقول لك قولي له نفس الكلام، خليكي بجحه معاه. شكرا. زي ما هو كان بجح معاكي هو والعشيقه. نرجع للمراقبه. كلمة مراقبة انتوا فاهمينها غلط خالص. طب فاهم مراقبة ايه؟ اه الراجل اللي بيأثر في مراقبة زوجته. ايوه المراقبة انتوا فاهمين مفهومها خطأ تماما. المراقبة ان مش هيمشي وراها، ما لو مشي وراها يبقى هو فقد ثقته بنفسه وثقته فيها وما ينفعش يعيشوا مع بعض. المراقبة ان هو دايما يغمرها بالحنان والكلمة الطيبة والهدايا. الكلام البسيط دوت هو ده الحصن الوحيد اللي بيحصن الزوجة الصالحة العادية. اللي في بعض الزوجات مهما الزوج يعمل ومهما الزوج يقدم من هدايا ما هي ومهما هي يعمل تمام ده بقى أصلها كده لعنة وكفارة للنعم احنا ما بنتكلمش عن ناس شواذ الفطساد. احنا ما بنتكلمش عن ناس شواذ اللي هم مجرمين بطبيعتهم وناس بيميلوا للخيانة ده بطبيعتهم. انا عايز اقول للراجل انت بتساهم في جزء من خيانة زوجتك بانك تأثرت في اختيارك، ما عرفتش تختار الست المناسبه ليك. الست انت ازاي ما قدرتش تولي في قلبها، ما راقبتهاش بالمراقبه بالمفهوم بتاعي مش المفهوم اللي هو المفهوم الشرطي يعني ان امشي وراها. زائد المراه عينيها دايما بتفضحها. الراجل اللي ما يقراش عين الست يبقى مش راجل اصلا. من اي ست من انا اللي بقول لحضرتك الراجل اللي الست بيبان عليها في تصرفاتها بيبان الراجل قد ايه مقصر ولا لا. الست لو شافت الراجل صاينها وما بنتكلمش على الشواذ ولا الخاينين بطبيعتهم يا استاذ ابراهيم يعني هي دي الطبيعه العامه ان هو لازم قد يدفع الزوج. ايوه يعني هو لازم يكون كويس وبيقول احنا خلينا بس ناخد الموضوع نخصص. انا كمل انت بتقاطعني ليه؟ احنا عايزين نخصص الموضوع للفئه الخاينه. الفئه الخاينه العلاج. لا اصلاح لها. ليه؟ الفئه الخاينه بصفه عامه ما احنا لازم نعمل لها بتكون بلا سبب بلا اي ادنى سبب. يا سياده المستشار ما فيش خيانه بدون سبب. ما حضرتك لسه بتقول في يا اما هي يا اما الرجل يعني في حاجات ينقصه او الست. عندنا قضايا الست خرجت عن طبيعتها البشريه واصبحت تميل الى التعدد وتميل الى اقامه علاقات. دي بتكون مريضه. هو ده دي شاذه. دي مش نتكلم عليها. دي مريضه. ايوه حلو. ايه سبل العلاج وايه الدوافع دي عند الطب النفسي؟ ما هو دي مريضة نفسية. أنا مش هنتكلم عليها يا فندم. ده مش برضه ما اقدرش اللي انا احنا بنتكلم عن نموذج المرأة الطبيعية.
اللي خدت قرار ان هي تخون جوزها. صدقني الزوج سواء كان يدري او لا يدري ساهم بنسبة كبيرة في دفع زوجته الى الخيانة. ومجرد الخيانة احنا إيه عندنا يعني عندنا ما انا هقول لحضرتك إيه؟ عندنا برضو هنبص في المقابل الزوج الخاين. المجتمع بيبرر. انا اعرف ناس بدون قطع كلام حضرتك. انت قطعت كلام حضرتك. لا ما خلاص بقى ما خلينا بس ايه نتكلم بكل موضوعية اصل انت جيت على الجرح. انا اعرف ناس واحد خاطب واحدة بتقفل معاه هنا ايوه يا روحي وبتاع واخد بالك انت تقفل معاه من هنا وتكلم العشيق من هنا. وهي لسه ما دخلتش بيت ومخطوبه ومخطوبه اقسم بالله مرأة العين والسمع. ده كتير نماذج دي كتير دي بتضحك على الخطيب. طب وهي طب لسه في بدايتها. طب في البدايه هو ده بقى انا هي بتختار عايزه زوج جاهز وعايزه عشيق احتياطي. لا ما هو انا بدايه كلامي ايه يا سياده المستشار انا بدايه كلامي قلت الأزمة أزمة أخلاق والتربية والأب والأم بيلعب. معنا مدخل دكتور. ألو ألو أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مبسوطة جدا من الحلقة بتاعتكم. الله يخليك. وإن أنت حاجة اتفضلي حضرتك تحت أمرك. أنا بس عايزة أسأل سؤال. اتفضلي. يعني أنا بستشير حضراتكم يعني دلوقتي انا دلوقتي كنت جوزي انا متجوزه واحده متجوزه ومعايا بنوته بس بقول لك انا متجوزه ومعايا بنوته تمام وجوزي كان خاطب واحده قبل ما يخطب قبل ما يتجوزوا فدلوقتي الواحده دي كل يومين الاقيها بتيجي هنا البيت عندهم عند والدته وكلهم بيرحبوا بيها وفتحين لها مجال للكلام ده هما بيرحبوا من مواقف يعني مواقف مع ناس انا اعرفها وبعديها وبرده مش عايزه ازرع في دماغي ان هو ان هو خاين او ان هو بيعمل حاجه او عشان خاطر بنتي وعشان خاطر بيتي فانا الصراحه مش عارفه الصراحه اعمل ايه. اخبريه بالحب والحنان خليه ينسى الماضي القديم هيتحل كل مشكلتك. انت لو خدت موقف وعاقبتيه وقلت له بتكلمها وما بتشوفها واهلك بيرحبوا بيها هتشغلي باله. طيب اغمريه بالحنان وبالحب هتلاقي جوزك بقى معاكي. من وجهه نظر حضرتك تعمل ايه؟ انا من وجهه نظري تمام المراه تؤجر على صبرها على زوجها يعني تصبر على الموقف. انا هي تواجهه بالحكمه وبالموعظه الحسنه فان ابى فتلجا الى رب الارض والسماء بالدعاء وبالصبر والاحتساب. يعني ماشي ما هو كلام حضرتك مظبوط بس احيانا بتبقى المراه ما بتقدرش. دي بتخرب البيوت. هي شافت موقف. طب انا لما واجه بالحكمه ولا واجهش لا خالص واذا في جدال لا 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 خالص خالص انكر ليه افتح مجال الشك بينه امال اعمل ايه يعني انا بتكلم على الزوجه تعمل ايه تعمل ايه ولا كانها شافت الموقف ده خالص وتغمره بالحب والحنان. الراجل زي طفل صغير بالكلمه الحلوه بيجري بيتعلق بثدي امه والمراه تقدر ان هي تكون طب هذا لو عملت كده في ناس بتعمل كده وبرضه عينه زيغه مش معنى عينه زيغه احنا اتفقنا ان الذكر او الرجل بطبيعته بيميل للتعدد بس في رجاله ما بتميلش للتعدد لا ازاي يعني نضحك على بعض يعني معظم الرجاله بتميل للتعدد بصفه عامه لا ما فيش انا مختلف مع معالي المستشار انا عايز اسال يعني كل الرجال تميل الى التعدد كل دي ولكن في بعض الرجال ماكرين وثعالب ماكره بتخفي هذا هذا الاحساس قدام الصلاح الطيبه اللي في الحيله مش عارف يتجوز في فرق بين يميل الى التعدد وفي فرق بين يميل التعدد مع التنفيذ وفي فرق بين يميل للتعدد مع ايقاف التنفيذ يا ما هو لو قادر معالي المستشار لو اي راجل بيسمعني دلوقتي عنده فرصه انه يتجوز اربعه مش هيتردد وانا اولهم يا سيدي ده سببه بالعامل المادي يبقى نتمنى ان اي رجل يبقى عنده عامل مادي كبير علشان هو اللي هيسبب في كده على الهوى. لا هي دي الحقيقه سياده المستشار يعني ممكن العامل المادي هو الاساس ان هو يخليه يتجوز واحده واثنين وثلاثه. لا مش عامل ده شايف انا اعرف ناس فقراء جدا واحده واثنين وثلاثه متجوز ثلاثه وفي ناس محترمه جدا اقتصرت على زوجه واحده وبتراعي ربنا في واحده تمام في واحده ما هي واحده دكتور واحده ب 1000 واحده وفي واحده تخليه يكرهها ويميل لألف واحدة
طب احنا نخلي الراجل ما يعني يبقى عايز واحده بس. الست العنوان الست هي ماشي. طب الست ايه المميزات اللي تخلي اي راجل يبقى مش شايفه اللي هي في مثل تكون امه، في مثل بيقول لك يا معالي المستشار. طب ارد ولا اتكلم؟ طب ثانيه واحده بقى، ما خلينا نتكلم. ما ترد عليا. طيب ارد على السؤال ده؟ استني بس، انا برد وانت سالتني السؤال. هو انت هترد هو هيرد. انا عايزه السؤال. هي الست عشان تكون تملك الرجل، تكون قبل ما تكون زوجته تكون امه واخته وصديقته. ومن وجهه نظرك وما تكونش عسكري عليه. الراجل بيكره انت بتتكلم في طبيعه. اسمعني بقى، انت مش بتتكلم في طبيعه الراجل انه مش عارف ايه وغارسته وبتاع وعممت. انا بقول لك 99.9 من 10. ما انا اقول لك اهو، ما انا اقول لك اهو برضه طبيعه الست اللي هي غياره، وطبيعه الست لما بتحب بتغير، وطبيعه الست ومن حقها اللي هي تراقب جوزها خوفا ان واحده تخطفه قليله الذكاء. احنا قلنا مفهوم المراقبه الصح ايه؟ انا احنا بخلينا نتكلم بموضوعيه. مفهوم المراقبه ازاي؟ هو ده الكلام الموضوعي. المراقبه الشرطيه بتخرب البيوت. المراقبه بتاعت العسكري اللي بيمشي ورايا ده تخرب البيوت. اما المراقبه اللي انا قلت لك بمفهومي هو تحوطه بالحنان. ايوه، وتحوطه بالحب، وتحوطه بالكلمه. والله الحلوة. لو الزوج نشأ في بيئه تعرف القيم والاخلاق والمبادئ ومعنى الزوجيه وضوابطها عمره ما هيخون. واحنا نتمنى ما فيهاش حد يكون. في مثل بيقول لك ايه، نشأ علي علوخه واشرف كخه، عايزه يطلع ايه؟ هو شايف ابوه خاين وابوه مش عارف بيعمل ايه وابوه ايه والام مش عارف ايه وفي مشاكل. عالم فاسد برضه. اسمعني، ما هي الشرط البيئه مش شرط اساسي. انا ضد يعني حته إسمع. يخلق من ظهر العالم. معانا مداخله من نورهان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. طب انا عندي سؤال لحضرتك للاساتذه. اتفضلي اتفضلي. في ست يعني كشخصيه، انا في ست بتعمل لجوزها كل اللي هو عايزه بس تعمل زيها برضه. انت بتكلم على ايه؟ من وجهه نظرك بتعمل كل اللي هو عايزه من وجهه نظر. خليها تتكلم. مش من وجهه نظر. هي عايزه توجه سؤال. طب قولي، اتفضلي حضرتك قولي. اهو شهد، يعني شهد شاهد من اهلها. تمام، انت بتعملي كل حاجه. كملي كملي. ايه اللي عندك قولي. الو، يعني مثلا معاكي اهو الاتصال قطع. هي دي اكبر جريمه ترتكبها الست في حق نفسها. ايه؟ ان هي بتقول انا بعمل اقصى ما في وسعي للزوج وبرضه الزوج عينه خاين. تصدق بالله؟ انا بقول تصدق بالله اعملي اقصى ما في وسعك اللي هو عايزه، مش اللي انت شايفاه صح، اللي هو يشوفه هو. وتيجي على حساب نفسها وهي ملهاش وجود. طبعا وهي ملهاش وجود. حساب يعني هي يعني تعمل كل شيء. الست اللي عايزه تحافظ على بيتها هو لازم يبقى في توازن. الست اقوى من الراجل بكتير. الست بتحمل وبترضع وبتستحمل عيال. انا بحب عيالي ولكن ما طقش ان انا لا اغير لهم ولا ارضعهم ولا استحمل حد. استحمل لحظه بس. يبقى هو بالظبط كده. هو اللي يحترمها. يبقى هو اللي يحترمها. الست بتستحمل. لازم الست تستحمل ليه وتستحمل. وهو يتحمل. لان هو انت لسه حضرتك بتقول هي بتعمل كذا وكذا ويبقى هي اللي بتتحمل. يا استاذ اتفضل حضرتك. مش معنى ان انا بجيب اللوم على بعض او السيدات. السيدات لا، مش معنى ان انا مش في صفهم. هي هتتحمل ايه ولا ايه؟ تتحمل. ما في من الناس المحترمات تمام اللي هم حافظين لنفسهم، عارفين المبادئ، نشأتهم نشأة طيبة، صينين ازواجهم، عملوا ما بوسعهم وزيادة وكان سبب سوء اختيار في الاول او قدر انها خدت واحد معلش عرة ما يسواش مجننها ومطلع عين اللي خلفوها. سوء الاختيار بقى اللي معلش. هي بتعرف منين الكلام؟ انت بتتفق معايا من غير ما تقدر يا استاذ ابراهيم. يا فندم هي هتعرف منين؟ هو جايب الحنجل والمنجل والراجل شيك قوي وبتاع والسجاده، هي هتشم على ظهر ايدها؟ من لا مش هتشم. الست عندها حدث رهيب. ان هي تقدر تحس اذا كان الراجل ده بيكذب ولا ما بيكذبش. مين قال لك الكلام؟ الست كده. مين قال؟ وبعدين ده اغلب من غلب. لا لا، مين قال لك؟ والله السيدات اغلب من غلب. السيدات ليهم كيد عظيم. كيد عظيم. لا لا، استنى يا معالي المستشار. استنى يا معالي المستشار، احنا بنتكلم على فئه الخائنين،
ما بتكلمش بصفة عامة. لا موضوع الحلقة علشان ما تقولنيش شيء، استنى بس. الست لو عايزة تعمل أي حاجة في الدنيا تعملها. السيدات ربنا يعني سمى صورة في القرآن صورة النساء وكرمها، وبل بالعكس واخدة صلاحيات ما خدهاش الراجل. بالظبط كده. تمام. فأنا لما أجي أتكلم أولوم السيدات، فأنا بتكلم على فئة معينة مختصة على الخائنين ومعدوم الضمير ومعدوم الأمانة. لكن ما بعممش. لكن أنا مش هقول دلوقتي إن البنت حبت شخص دخل عليها معلش بالتلات ورقات وهي لسه مثلا في مرحلة المراهقة فحبته وهو وهي ما هيش عارف، وما خافية كان أعظم، فدخلت العش الزوجية زي ما بيقولوا. تمام. فما صنهاش فما صنهاش العف مين؟ العف مين؟ العف مين؟ هو وتربيته وتربية أبوه. ماشي. الست لما تيجي تختار مش بس على إيه؟ على أساس قلبها وأساس مشاعرها. لازم برضو يبقى في معايير اخرى. أيوة. لازم تاخد راي اهلها وتشوف بيئته اللي كان عايش فيها شكلها ايه. يبقى اذا ما تلومش وهي اساءت الاختيار. ما احنا قلنا الخيانه متسبب فيها الطرف الاخر. احيانا برضو بيكون شخصيه جايه كويسه من بيت كويس وكل حاجه، وبيتم افساده من اصحابه برضو. ايوه بالظبط كده. ايوه لان هو ممكن بيبقى صاحب ساحب. في ناس محترمين ناشئين نشاه محترمه بيتصاحبوا عن طريق الصدفة. أقسم بالله أنا أعرف حد كان في قمة الاحترام، نشأته نشأة محترمة، بيئته كانت بيئة محترمة، كانت بيئة كلها قيم وكلها مبادئ وكلها معلش دين وكلها حلال وكلها حرام وكلها صح وكلها غلط. البيئة اللي دخل فيها غصب عنه عن طريق الصحبة أو أصدقائه أو الكلام ده أفسدته، بدلته من حال الى حال تاني خالص، بدلته من حال الى احوال مش معنا حال. معانا مداخله. ماشي. معانا مداخله. الو الو الو. ايوه يا فندم. بس لو سمحت، هم حضرت الاستاذ ده والاستاذ ده، ان انا مش عارفه اسميهم اصلا. مع احترامي لده وده، القصه مش قصه خيانه زوجيه، القصه قصه يعني اكبر من كده. يعني هو ممكن يخون، ممكن يبص، ممكن يعاكس. دي كله عادي. ممكن يتجوز على واحدة، الواحدة ممكن تستحمل. اللي أكتر من ده كله لما يبقى معاك أطفال وتبصي تلاقي اللي قدامك أساسا مش حاسس بيكي. تمام. على طول إن هو عنده شك، عنده أوهام، لدرجة إن هو طول الوقت يقول لك إيه، أنا حاسس في حد بيكلمني. أديكي نصيحة بقى، أنت جيتي كده على مربط الفرس. انت بتحطي مثلا حاجات في الاكل حلو يعني كده. يا استاذه طب كملي. انت جيتي ثانيه، انا عايز بس عشان ما تهش على الحته، لانها هي قالت حته مهمه جدا. اللي هو بيشك فيك دائما بصفه مستمره، صح كده؟ ما اني انا مش ذنبي حاجه، انا ذنبي. اعرفي الرجل اذا شك في المراه او شك في زوجته، اعرفي انه خائن. اللي هو بيعمله بيقلق خايف من فكرة كما تدين تدان. مسيطرة على دماغه فكرة الخيانة اللي هو بيعمله من بلاوي. مش عارف سيادة المستشار يعني اتفق معاك. بصي يا استاذة، ممكن زي ما زادت الدكتور ابراهيم الطنطاوي عشان تبقى عارفة اسمه يعني، وانا اسمي ايمن محفوظ المحامي برضه عشان ايه تبقى تفتكر اسامينا يعني. بيقول ان هو اللي يشك يكون خايف، لكن في اغلب الظن واحتكاكنا بالقضايا اللي بيشك بيكون مريض نفسي. واي شك يصدر من الرجل بالنسبه لزوجته، صدقيني مفترض يكون يتحرم عليكي. لا يمكن بعد الشك في اصلاح. طب الراجل اللي يشك في براته تطلب الطلاق فورا مهما كانت التبعات. بعد اذن المستشار، المريض مش او الخائن. اسمعني يا شك فندم. في المرأة يا فندم اللي على راسه، يا فندم اللي على راسه بطحه بيحاسب. اللي يشك في مراته، اللي يشك في مراته اعيدها تاني، اللي يشك في مراته شكرا مراته تتحرم. طب انا اختلف معاك كل ان هو وصل الحرج. ادم شك في المراه، ادم شك في زوجته. اللي خلينا نتكلم بالبلدي، شك في مراته، يبقى هو بيعمل حاجه
حاجه غلط. بغض النظر هقول لحضرتك حاجه، بس احيانا هو جاله بقى مرض نفسي، هو المرض النفسي يسبقه ايه؟ يسبقه فعل هو خايف منه، يتحط في نفس الموقف. في رجاله كتير جدا بتبقى خاينه وعامله حاجات كتير جدا بره بره بيتها، ولكن بتخش بيتها بتبقى عندها تأنيب ضمير، بتبقى عايزه تعمل مع يعني الزوجه حاجات كتير، عايزه ترضيها ارضاء الاوفر شويه، عايز يجيب لها هديه، عايز يجيب لها اكله، عايز 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 عايز، ده بيبقى يعني حاجه عكسيه. هو طبيعته عادي، لكن في وقت لما يتعرض لموضوعات زي كده بيحاول ان هو يغطي ده بان هو يعطف على مراته بجانب تاني. يبقى هو انا عايز اقول لك كده وتصريح مني، مفيش واحد بيخون مراته الا ومراته هتخونه او خانته او كانت خانته. لا 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 كما لا تدين تدان. لا لا الكلام مش كده، خليك كده كما تدين تدان. الزاني لا ينكح الا زانيه. بص اقول لك على حاجه، طب هقول لك على حاجه، لا ما هو برضه ما في ستات كتير ممكن ما تخدمش ربنا. انت هتتكلم في الشك. حلو. الراجل اللي يشك في مراته خلاص لا ما ينفعش، الراجل ده انتهى. يعني كل الامراض اللي ممكن نعالجها في العلاقات الانسانيه والاسريه ممكن يكون لها علاج الا الشك. الشك خلاص ده صدر منه. ما هو شك بناء عن ايه؟ صدر منه هذه. هو لو انسان متزن يا معلم، حتى لو خلينا واحده واحده، انا بتكلم على الزوجه تخلص منه تماما، ما هو قبل ما تخلص منه لازم نحلله ونشرحه ونظبطه. لا 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 اسمعني يعني بس عشان ليس بعد الكفر ذنب، عشان المشاهد، عشان المشاهد يعرف. طب عشان المشاهد. طب انا بقى عايز اسال سؤال تاني كده، ايه رايك في الخيانه الالكترونيه؟ الخيانه الالكترونيه من اوسخ ما يكون. دي منتشره بقى. اه ما هو مش يعني دي منتشره بصفه عامه بالفعل في المجتمع. بس انا اقول لك على حاجه بقى، طب ايه اسبابها بقى؟ علشان نحاول احنا بنتكلم في الخيانه يعني. وبنقتصر على فئه الخائنين. الخيانه الالكترونيه السبب فيها المراه برضه، الواحده برضه. ليه بقى؟ ليه؟ في بعض الفتيات، مش هنقول بقى السيدات، تمام؟ والمخطوبات بتبعت اد وبتبعت فولو وبتبعت على وسائل السوشيال ميديا على شباب اللي عامل لي بقى شعره مش عارف ايه، والواد فانكي وبتاع والشغل الهشك بشك يعني. اسمع يا بتحرجني والاستاذ نصر الشاهد بيضحك اهوت ورا الكاميرا وكده. طيب السبب الرئيسي في الخيانه الالكترونيه، أيوه. تمام، سواء كان واحده مخطوبه او واحده متجوزه، هي السبب فيها المراه قطعا مش الراجل. لا طبعا. طب هو معلش طب انا هقول لك على حاجه بالبلدي كده، بالبلدي. انا دخلت لك، انت اعلاميه حلوه اهو، ودخلت لك تمام، السلام عليكم. او بلاش اسمعني بقى، اسمعني خلينا نتكلم خلاص. هاي بلغه العصر تمام. ممكن نتعرف ها؟ لا اما بلوك يا اما لا اما هاي. حرد هاي دي فتحت الباب، وكل سنه وانت طيبه. واللي بقى اللي بعده ايه اللي بقى اللي بعده؟ الخيانه الالكترونيه ما تختلفش كتير عن اي خيانه، الخيانه كلها مهما كانت صورها هي خيانه واحده. وعايزين برضو بدنا نتكلم في الخيانه، نتكلم في الخاينين، خاينين الوطن النهارده. ايوه ما لهمش مكان، ما لهمش مكان. استنى بس، ده ملعبي بقى. كل القلوب الى حب الوطن تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. اما الدليل ان ذكرت حب الوطن، سالت دموع العاشقين له تسيل. رب اني اشهدك اني احب هذا الوطن، واعشق تراب هذا الوطن، واعشق جيش هذا الوطن، واحب رئيس هذا الوطن، رغم انف كل حاقد وحاسد عدو لهذا الوطن العظيم. في احسن كده من كده؟ مؤهلين انت يعني في احسن من كده يعني جاوبت على سؤال انا كنت هساله. هو الاستاذ ابراهيم او الدكتور ابراهيم قال احلى كلام، تمام. رد على الخائنين بدل ما بيشتمهم في حلقاته كل مره، رد عليهم باحلى كلام، هو كلام في حب الوطن، وكلنا بنحب وطننا. طب ايه النصيحه اللي حضرتك تحب تقولها للوطن؟ احب اقول الوطن، انا الوطن، احنا الشعب. النصيحه حضرتك تقولها ايه؟ أقول إيه؟ المجتمع. قول النصيحه للمجتمع بتاعك بالنسبه للخيانه، بالنسبه عامه، بصفه عامه بقى، سواء خيانه الوطن او خيانه شخصيه. ونفس السؤال هيتكرر لحضرتك. والله الخيانه، الخائن بطبعه ده انسان شاذ، واحنا هنشيله من حساباتنا تماما. اما الخائن
اللي هو الانسان الطبيعي اللي دفع الى الخيانه، صدقوني الطرف الاخر هو شريك معاه، هو اللي دفعه بقله الاهتمام، بالمراقبه بطريقه مش لطيفه، بانك تقول سواء راجل او ست تقول انا بعمل اقصى ما في وسعي، انا بعمل اللي عليا. لا، ما تعملش اللي عليك، اعمل اللي هي عايزاه منك او اللي هو عاوزه منك. لازم نكون مراية للي قدامنا. الزوجة ما تقولش انا بمسح وبكنس لا، في حاجات تانية كتيرة اكيد ناقصة عندك. شوف الراجل راضي ولا لا. كلنا، انا بتكلم الازواج والزوجات، تبص في عينين زوجها هيبان فيه، او الزوج يبص في عين زوجته ويشوف فيها هل راضي عنه ولا لا. ولما ترضى عنك صدقني عمرها ما هتفكر تخونك، ولو رضي عنك عمره ما هيفكر يخونك ابدا، وهتبقى انت في قلبه وهينسى كل ستات الدنيا. لان انا قلت في كلامي ان في واحده ست بألف ست. دكتور بقى حضرتك تقول لنا كلمه كده للشعب المصري حبا في الرئيس. انا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انا بسميه في كل حلقه من حلقاتي قائد الامه العربيه، رغم ان في كل حاقد وحاسد عدو لهذا الوطن العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر بمصر وبشعبها الى بر الامان. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انقذ مصر من هلاك جماعه الشر ومخططاتها، وكان مخططات أو من ضمن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية هو إسقاط الدولة ومؤسساتها. فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من وجهة نظري ربنا بعته لمصر، عشان ربنا قال في قرآن وذكرها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فرزقها بالأمين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعبر بمصر وبشعبها إلى بر الأمان. نصيحتي الأخيرة، محدش يسمع للإشاعات، محدش يسمع للكلام الذي يروج عبر وسائل السوشيال ميديا، محدش يسمع لقنوات الشر، لأن أنا عبر حلقاتي الماضية فضحت قنوات الشر، ومن ضمنهم الإعلامي العرة محمد ناصر. احنا لينا حلقات مع بعض. الإعلامي العرة محمد ناصر، ومعتز مطر أبو شعرة إلى غير ذلك، وزبع القزم والناس دي كلها، وفضحتهم وبينت كذبهم وكشفت مخططاتهم بالدلائل وبالبراهين القطعيه. انا بقول للشعب المصري خليك واعي، انا بقول للشعب المصري خلي بالك، في مخطط على مصر لاسقاطها ولاسقاط جيشها ولاسقاط مؤسساتها وقيادتها الحكيمه، بس انا بقول ربنا سبحانه وتعالى حافظ مصر وجيشها وشعبها، وبل اقول حافظ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل شر وسوء ومكروه، ده رغم انف كل معترض، ورغم انف كل حاقد، ورغم انف كل حاسد. دي كلمه اخيره تضمن معاك في كل كلامك. انا عارف الوقت. اتفضل حضرتك قول كده. احنا بنحب بلدنا، وانا متاكد ان طبعا الشعب المصري كله واعي وفاهم كل الكلام دوت، وان رغم بعض التاثيرات العاطفيه اللي بيقولها اعلام الشر، لكن المصريين فايقين وصحيين، ولن تسقط مصر ابدا، لان مصر فعلا محميه من رب العزه سبحانه وتعالى. محدش ياخد المعلومه او الخبر الا شكراً من المصدر ذات نفسه. قبل ما تختمي، تحيا مصر، مصر. تحيا مصر, تحيا مصر. تحيا مصر. عايزين نقول كل في صوت واحد تحيا مصر. تحيا مصر وكلنا تحيا مصر. تحيا مصر ألف مرة. ألف شكر، ألف شكر ليكم كلنا. تحيا مصر وتحية للسيد الرئيس، وأشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا.